خلينا حدثنا عن تفاصيل محاولة اغتيال رئيس عمليات الشرطة العسكرية بمأرب. نعم، صباح اليوم حاول الانقلابيون او ما كما وجهت التهمه لهم عن طريق زرع عبوه ناسفه في سياره رئيس عمليات الشرطه العسكريه في مأرب، ولم يسفر الانفجار عن ضحايا في الارواح سوى طفل كان متواجد بالقرب من موقع الانفجار. يتضح من خلال هذه المحاولات المتكررة من حين لآخر استماتة الانقلابيون لزعزعة الأمن في محافظة مأرب الذي تشهد تحسن ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يشكل إزعاج واضح للانقلابيين. وتأتي أيضا هذه المحاولات لتشويه صورة المدينة التي شهدت تطور ملفت في الحركة التوسعية في البنية التحتية وأيضا في توفر الخدمات الأساسية، مما جعلها محط أنظار وإقبال عدد كبير من المستثمرين بعد أن أصبحت تشكل بيئة اقتصادية مناسبة. وكان هذا كله يعتمد في الدرجة الأولى على الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة. طيب خليل، من الذي اتهم الانقلابيين بذلك؟ هل من جهة رسمية أعلن ذلك؟ لحظة الانفجار بعد الانفجار بقليل عفوا كنا متواجدين، وأيضا سألنا الحاضرين وسألنا رئيس عملية الشرطة العسكرية، وقال بالحرف الواحد عدونا واضح ولا يمكن لأحد وليس لمصلحة أحد سوى الانقلابيين في تنفيذ هذه العمليات، ولكن هناك صحوة أمنية في المحافظة. يعني لم تكن هذه المحاولة هي الوحيدة خلال الأسابيع الأخيرة، وإنما هي شهدت عدة محاولات لكن قوات الأمن أحبطت كثيرا منها، وما العمليات التي انفجرت أو ما شابه ذلك هي تفشل في أغلب الأحيان نظرا لعدم تواجد الأشخاص المعنيين في الأماكن الحادث لحظة الاستهداف.